كنا مخربقين بدينا خسرنا خدينا بيت ولكن الحمد لله حاولنا في دوزيام ميطون نرجعوا في الماتش والدراري بقاو كونسونطرين حتى الاخر ديال الدقيقه وتبعنا كلام ديال المدرب والحمد لله ربحنا هذا الماتش هذا اللي غيخلينا اللي غيعطينا واحد الطاقه ايجابيه ان شاء الله باش نبريباريو مزيان لي جو اولمبيك والله يدير لي فيها الخير وان شاء الله غير ساندونا وان شاء الله يكون على خير.